مدرسة استقبلت
الشجرة هذه. طبعا هنا ما فتح لي
شجرة غريبة عجيبة، شجرة فيها كل الألوان. هم جاوا العصافير اللي حكينا عليها. الشجرة غريبة عجيبة فيها كل أنواع الغنم، المعلوس تعشيهم الغلة بتاعي وتركوا مع الورقة ونغطيكم ورقة أخرى. رقوا بعض الشجرة هذيك بعد ما تعشيهم وقاموا الصباح على صوت دعم. أهل المدينة الكل دايرين بالشجرة يغنيون. السرار هذيك المهمة نتاعو الفنان،
المهمة بتاعه أن يحط على الأقل في الأناشيد اللي فيها حركة ونشاط. هذا السراج من سيعوضه؟ أما عصفور معروف بالغناء للعصفور الفلاني الحديث، قال أنا سأغني هذا اليوم أولا بما أني ضيفا ولكن أريد أن أساهم فسأعوض السراج. فعوض السراج بأنشودة عنوانها وطن الأطفال. حصة ممتعة جدا.